بين جبال سونيك أحد الأماكن الخطرة وفي نفس الوقت الرائعة في وادي فورودان. السكان يطلقون عليها جسر الشيطان من تجاربهم المريرة. من عدد المشاهد الرائعة إلا أن أحيانا نتائجها مميتة، ويقولون السبب هو الشيطان. الشيطان ليس له علاقة بالموضوع، بل أحيانا الإهمال وأحيانا السكارى. يريدون أن يظهر رجولتهم فيطفرون بالماء، فإذا بهم يرتطمون بالصخور ويموتون. هنا تحت الجسر تدور أسطورة وعجائب، حيث يشفى المرضى من أمراض مزمنة. الروماتيزم والأمراض الجلدية. هنا مياه معدنية دافئة. أجدادنا رووا بأن سابقا يأتون هنا سنويا وينصبون الخيام وينزلوا ليستحموا في المياه. للوصول إلى المياه ألقوا الحبال للنزول إلى الأسفل. السواح لا يحزنهم مخاطر الطرق بقدر ما المشاهد الرائعة التي تشكلت عبر القرون. الأمريكان يأتون ويدخلون الكهوف ويخرجون مندهشين. لتجاوز مخاطر مشاهدة رواعي جسر الشيطان، هنا برنامج غير مكلف وملفت للنظر. في ذلك الجانب من الجسر سيتم إنزال سلم إلى الوادي. كلفة المشروع 60 مليون درهم أرمني. نبحث عن مستثمر لكي يرتب المنطقة ولا يتلفوها. Thank you.